بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي الصناعي، أهلا ومرحبا بكم مع الدرس الثاني أو ليسن 2 from unit 7 من الوحدة السابعة. exercise 4 بيقول لي explain this picture، ادرس هذه الصورة. الشاب ده كده قدام منه ثلاث طرق، طريق A هيوصله للماونتن الجبال، والطريق B هيوصله للسيتي، والطريق C هيوصله للسي البحر. examples: if he takes road A, if he takes road A he will reach the mountain، سيصل إلى الجبل. If he takes road A, if he takes road A, he will reach the mountain. Number two. If he takes road A or road C, he won't لن يصل reach the city، لن يصل للمدينة، لن يصل إلى المدينة. يبقى لو بالعربي كده، اذا هو مشى في الاتجاه ايه هيوصل للجبل، اما لو مشى من A لC وC كمان، يا اما ده يا اما A يا اما C، هو مش هيصل الى he won't مش هيصل الى السيتي. نقراهم تاني كده مع بعض. if he takes road A he will reach the mountain، he will reach the mountain. if he takes road A or road C he won't reach the city، مش هيصل الى المدينة. نكمل احنا مع بعض بقى. if he takes road B، اذا هو ماشي في الطريق B، if he takes road B he will reach to the city، سيصل الى المدينة city. If he takes road C، إذا هو أخذ الطريق C، he will reach to the sea، سيصل إلى البحر. If he takes road B or road C، إذا أخذ road B أو road C، he won't reach to the mountain، لن يصل إلى الجبل، لن يصل إلى الجبل. exercise 5 بيقول لي match the left hand column، وصل العمود اللي على ايدك الشمال with the right hand one بالعمود اللي على ايدك اليمين، then read out the correct sentences، وبعد كده اكتب الجملة كلها او اقرأها كلها على بعضها. example، الراجل عطيني example اهو، number A letter A. if you drop a brick into bucket of water it will sink، it will sink. الراجل بيقول لي اذا انت، if you drop a brick، اذا انت حطيت ها او اسقطت حجارة او طوبة into a bucket، a bucket يعني دلو يعني جردل، of water مليان بالمية، فبيقول لي it will sink، الحجارة دي طبعا هتغرق، ها هتنزل لتحت الجردل تحت خالص او تحت الدلو. it will sink وهو حللها وكاتب الجملة كلها. شوف الهوم ورك بتاعك هيبقى ازاي. if you drop a brick into a bucket of water it will sink. number B. if you heat water، اذا انت سخنت المية to 100 degree celsius، اذا الى 100 درجة مئوية، number B it will boil، هتغلي. it will boil، سوف تغلي، number B. كمل الجملة كلها زي ما هو عمل هنا، اكتب الجملة كلها في سطر واحد، ده homework عليك. if you pump air، اذا انت نفخت الهواء ها into a tire،
التاير اللي هو الكاوتش بتاع العربية. It will become bigger. It will become bigger. يعني هتكبر لان عملية الهواء بتتمدد داخل الكاوتش بتاع العجلة فهتكبر. Letter D. If you drop a ball, اذا انت اسقطت كرة into a tank of water, في خزان من المياه مليء بالمياه. نمبر دي, it won't sink, مش ممكن ابدا تغرق الكرة. نمبر F, letter F, if you cool water to 0 celsius degree, اذا درجة الصفر المئوية, it will become ice, هتتحول الى ايس, تلج. طب هو هنا بيدربني على كلمة ويل سوف, ويدربني على كلمة وونت اللي هو ايه, اللي هو النيجاتيف اوف فيوتشر اللي هو بينفي المستقبل. لتر اف, if you wear thick gloves, اذا انت ارتديت تمام جوانتيات سميكة, when you welding, كلمة welding دي يعني اللحام وانت بتلحم خلاص, you won't burn your hands, انت مش هتحرق ايدك, you won't burn your hands. طيب لما انت تكتب بقى الست جمل كاملين تتوقع منهم choose, منهم translation, ممكن يجيب لك منهم اي حاجة, بس تكتبهم بنفس الايه, بنفس الترتيب ده ونوصلهم مع بعض. الاكسرسايز اللي بعد كده, اكسرسايز 6, بيقول لي put together, ضع معا the parts of the sentences, اجزاء الجمل, which belong together, التي تنتمي لبعضها البعض. فهو حال نمبر A بيقول you won't, طبعا نفي المستقبل, you won't be able to start the car, انت مش ممكن تكون قادر على انك انت تشغل السيارة, because there is no petrol in the tank, لانه مفيش بنزين في التانك, because there is no petrol in the tank. هنكونها جملة, ايوه نكونها جملة نمبر 1 هنا. letter B, the water won't come out of the tap, المية مش ممكن ابدا تطلع من التاب اللي هي الحنفية خلاص. ليه؟ because the water pressure is low, لان ضغط المياه ماله ضعيف منخفض. water pressure, the water pressure, ضغط المية, is low, ضعيف او منخفض. letter C, if you touch this pair couple, اذا انت لمست او مسكت الكابل اللي هو المكشوف, you will get an electric shock, هتاخد صدمة كهربية, you will get an electric shock. نمبر دي, the electric light want to go on, electric light want to go on, ليه؟ ان المصباح الكهربائي ده مش هيضيء, because there is no a power cut, في قطع للتيار الكهربائي, because there is a power cut. ده exercise number 6. اخر اكسرسايز معانا النهارده اللي هو اكسرسايز 7, بيقول لي complete these sentences, use will or won't, and these verbs, وهذه الافعال, use these words, burn, burn يعني يحترق, break يعني ينكسر, float يعني يطفو فوق سطح الميه مثلا, float يطفو. letter A, if a beam of concrete, a beam of concrete يعني قضيب من الخرسانة, is struck with a small hammer, اذا انت ضربته ب small hammer يعني شاكوش صغير, it won't break, it won't break, مش هيتكسر. if a beam of concrete is struck with a small hammer, it won't break. letter B, if a piece of paper is let
واذا ماتش اذا قطعة من الورق وشعلت بالكبريت اللي هيحصل لها، ما انا لازم استخدم فيرب من دول. It will burn. It will burn. ستحرق. تمام؟ ستشتعل. Letter C. If a bar of steel is dropped on a stone floor. A stone floor. إذا كانت أو إذا وقع قضيب من الستيل من الصلب على ستون فلور، على طابق حجري أو أرض حجرية، ممكن نقوله it won't break، ده هو مش هيتكسر. نمبر دي، letter D. If a pane of glasses، لوح من الخشب، لوح من الزجاج آسف، if a pane of glass is dropped، وقع on a concrete floor، concrete floor أرض خرسانية، it will break، هيتكسر. If a stone falls، إذا وقعت حجارة، on a safety helmet، على الخوذة أو خوزة الأمان، it will break، إذا وقعت حجارة صغيرة على الهلمت، هي الحجارة اللي هتتكسر لأن الهلمت قوية. If an ice cube، إذا مكعب من التلج، is placed in a glass of water، إذا أنت حطيته في كوباية مية، it won't float، هو مش هيطفو. It won't float، مش هيطفو. بكده احنا ممكن نكون اتدربنا في درس النهاردة على كلمة will امتى استخدمها و want امتى استخدمها. تمام؟ بكده نكون خلصنا lesson 2 from unit 7 في second term بالنسبة للجريد 1. تمنياتي لكم بالنجاح والتفوق، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.